بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وسندنا وقرة عيوننا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه أمسية من أمسيات البيت الحمصي، خير ما نبدأها آيات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا الشيخ عبد اللطيف البيريني، فليتفضل مشكورا. حياكم الله يا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما
تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله العظيم. صدق الله العظيم، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة العطرة، على هذا الصوت الحنون، فمدك الله وجعلك من مزامير آل داود، أفرح الله قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الأصوات الله يسلمك، الجميلة. بسم الله الله يخليك. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. التوأمة بين المراكز الإسلامية، التعاون بين المراكز الإسلامية، الترابط بين المراكز الإسلامية، كلها عناوين وأفكار تطرق الأسماع والأفئدة والعقول، خاصة في خضم هذه التحديات التي تتعرض لها الأمة غربا وشرقا. فلا بد من أن تتحقق هذه التوأمة وهذا التعاون وهذا الترابط، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ لا بد من جهة تنهض وتضع على عاتقها هذه المهمة الجليلة، المهمة الدعوية، حاملة رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الإنسانية جمعاء، بما أرسله الله عز وجل لسعادة هذه البشرية. الفكرة تتوارد وتخطر في ثنايا البيت الحمصي ونقاشاته. تعمقت هذه الفكرة وتجذرت وانتقلت من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي، فكان من نتاجها مشروع الإسلام والمسلمون في أقطار الإسلام منذ كلمة لا إله إلا الله الأولى. تعرفنا من خلاله على أكثر من 50 بلدا، من تركستان الشرقية شرقا إلى البرازيل غربا، وذلك من أهل البلاد أنفسهم المتحدثين اللغة العربية، لغتنا الجليلة، لغتنا الحبيبة، لغتنا التي نحن أن ينطق بها طلاب العلم الشرعي على وجه الخصوص في كل أحاديثهم الخاصة والعامة، ليتعلمها أبناؤنا كي تستطرق آذانهم. فأرجو ألا تتفلت من آذانهم وقلوبهم، وأن تكون مع ذرارينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعود إلى المشروع، نرجو أن يتحول هذا المشروع إلى موسوعة مطبوعة مقروءة، ونحن مستمرون في إتمامه حتى نستوعب كامل هذا المشروع. وأرجو من المبرة التي نحن نستضيف علما من أعلامها أن تكون راعية لهذا المشروع الذي ذكر. بعد مناقشة هذه الأفكار، كان لا بد أن نصله وصلا مباركا بالتعرف بالمراكز الإسلامية حول العالم في بلاد المسلمين أنفسهم وفي البلاد غير العربية، وكذلك في البلاد غير المسلمة، تحقيقا للفكرة الأولى: التعاون، التوأمة، الترابط. جامعة، محضرة، مركز إسلامي، مركز دعوي، مسجد. وكان ممن ساهم بأفكاره ومحاضراته منذ تأسيس البيت الحمصي الدكتور عبد المحسن جار الله الخرافي، حفظه الله تعالى، أمد الله بعمره ونفع بعلمه مع دوام الصحة والعافية، بما قدم عن الأوقاف الإسلامية الدكتور عبد المحسن حفظه الله، هو الأمين العام الأسبق للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت الشقيقة، وهو كذلك أحد مؤسسي مبرة الآل والأصحاب،
رضي الله عن الآل والأصحاب وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبرة الآل والأصحاب في دولة الكويت، وهو رئيس مجلس الإدارة فيها. هذه المبرة لها فعاليات ونشاطات فكرية ودعوية ومشاريع مرئية ومطبوعة ومؤتمرات علمية، وقد قدر الله تعالى أن يقع في قلبنا أن تكون بداية كريمة معهم لمشروع التعريف بالمراكز الإسلامية حول العالم. وكان التواصل مع الدكتور عبد المحسن جار الله الخرافي حفظه الله تعالى لبى جزاه الله خيرا دون توان أو تردد، وهو على حسب معرفتي به أنه لا يلبي إلا إذا كان مقتنعا، وإلا إذا كان قلبه منشرحا لذلك. نرجو أن يبارك هذا المشروع ويبارك البيت الحمصي بهذا اللقاء الكريم، فإليه فليتفضل مشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، شكرا جزيلا أبو عامر على هذا الإطراء الذي لا أستحقه، وكل ما أقول قول أبو بكر الصديق: وأين نحن من أبي بكر الصديق؟ اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. على كل حال، جزاك الله خير على وياك الإطراء على المبرة وعلي، وأشكركم وأتبادل صراحة المشاعر بالإعجاب إلى هذا المشروع الجاد المسمى البيت الحمصي. أنا دون مجاملة أشعر بالانتماء إلى كل مشروع جاد، حتى المشاريع الفردية الواحد يشعر لها بالانتماء، ما بالكم بمثلكم من المشروعات المؤسسية، والتي أتمنى ولعله موجود بمسمى آخر ما يمكن أن يسمى بالبيت الدمشقي والبيت الحلبي والبيت الحموي وسائر البلاد، بل أنه في يوم من الأيام إن شاء الله تتضافر الجهود ويكون البيت السوري إن شاء الله، وأشمل البيت الشامي بإذن الله. أسأل الله تعالى التوفيق. هذه يعني نبذة عن مبرة الآل والأصحاب التي نشأت في 23 فبراير عام 2005، أي أن عمرنا الآن تقريبا يعني بعد 18 عام، ولعلنا بلغنا سن الحلم، سن الرشد القانوني. نسأل الله تعالى التوفيق. باختصار شديد، أنا سأمر مرور الكرام، المادة كثيفة ومزدحمة، ولكني إشفاقا على الوقت سأتكلم بشكل برقي، وتعذروني على الكلام السريع والمختصر، ولعل في النقاشات ما يكمل، والأهم من إكمال النقاشات هو الاطلاع على موقع المبرة. ما يطمئنني مهما اختصرت أن الحريص سيدخل إلى ما أسميه من باب التندر الشيخ العلامة جوجل، ويطلب بس موقع مبرة الآل والأصحاب، وسيجد ما يسره، وسيجد إصداراتنا وأنشطتنا وإنجازاتنا لله الحمد. فهذه لعلها خير وتعويض عن ما لا يكفيه الوقت في هذه العجالة، وسأتكلم عن نشأتها وأهدافها وسياساتها وملامح عملها وهو أسباب النجاح لها وإصداراتها والبشارات والثمار وأبرز التحديات ومواردها المالية وكيف ندعم المبرة. وبالنسبة لتسمية المبرة، فقد هدانا الله سبحانه وتعالى ووفقنا لهذه التسمية، ولعل في الأدبيات اللي تطلع هي شعار المبرة. شعار المبرة بصراحة لو أنا حطيت أحد الإصدارات، شايفين الشعار: يدان متصافحتان تحت أستار الكعبة. قد نسميها المهاجرين والأنصار، نسميها شيعة وسنة، نسميها يعني حاضرة وبادية، نسميها ما شاء الله سائر التعدديات يعني شملها الإسلام وحواها كما حوت يعني حوا السابق يحتوي ويحاول يحوي اللاحق إن شاء الله. فجمع تراث الآل، جمع مسمى الآل والأصحاب بحد ذاته إنجاز، لأن التفريق بين الآل والأصحاب مع الأسف استخدم في العصور بعد القرن الثالث الهجري، استخدم مع الأسف ووظف توظيفا سياسيا، فنحن نركز عليهم ونجمعهم بدون تفريق ونفهم تراثهم بالشكل الصحيح.
أولا خلونا نشوف فضلهم. لماذا الآل والأصحاب؟ لأنهم نصروا الدين، ولأنهم ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبدها في الأرض، لأنهم نشروا الدين في الأمصار وفتحوا الفتوحات الإسلامية ونقلوا لنا القرآن الكريم كما أنزل بلا تحريف، ونقلوا لنا السنة كاملة بلا تحريف، وقد امتدحهم الكتاب في آيات متعددة والسنة في أحاديث متعددة، وشهد بأنهم خير القرون. لهذا كله نهتم بتراث الأصحاب. قد يبرز السؤال، طيب وماذا عن سيد الآل والأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول أن السيرة النبوية لله الحمد قد أخذت حقها ومستحقها من الكتب والإصدارات والتوثيق، وخصوصا أنه لا يجرؤ أحد أن يتعرض للسيرة النبوية، وكما تعلمون مجرد رسوم كاريكاتيرية تفاعل معها العالم كله وهم يستغربون. نحن نسب آلهتنا ونتكلم عن الإله عندهم في المسيحية ولا يهتز لهم طرف، لكن هؤلاء المسلمين، هو هذا محمد الذي بعد 14 قرن يعني يثورون للنيل منه وكأنه أخوهم وابنهم وأبوهم وأحد أقاربهم من الدرجة الأولى، بل وكأنه أنفسهم. نقول أن هذه يعني لا يجرؤ عليها أحد، لكن الآل والأصحاب خريجي مدرسة النبوة هم الذين يكونون مادة للطعن ومادة لاختلاف الأفهام مع الأسف، فنحن نعالج ذلك بنشر تراثهم الصحيح الذي يجمع ولا يفرق، والذي يسحب البساط من أرجل الغلاة الذين يحرشون بين الآل والأصحاب بعد مرور 1400 سنة للتوظيف السياسي من هذا الشحن العاطفي. فهو شحن عاطفي ينتهي بتوظيف سياسي مع الأسف، كما نرى في البلدان، بعض البلدان الإسلامية والعربية مع الأسف. ونقول لماذا هدي الآل والأصحاب؟ نقول إنه دعم للوحدة الوطنية إذا ما فهمناه الفهم الصحيح، ولأن الاستقطاب الطائفي المتطرف تمحور حول الآل والأصحاب، ولوجود الفهم الخاطئ بعضه في تراث الآل والأصحاب، ولأن الآل والأصحاب ضربوا أروع الأمثلة في المحبة والإخاء، نحن أولى بالاقتداء بهم، ولأن تسمياتهم انعكست على الفرز الاجتماعي، وأصبح بعض الأسماء مجرد أن تذكر معناتها هذا من الطائفة الفلانية. فالفرز الطائفي ولد في بعض المجتمعات فرزا اجتماعيا بمجرد الاسم على الهوية مع الأسف. وهناك بعض الينبغيات، أنا إن صح التعبير في اللغة العربية، معانا الأستاذ حمزة، يعني لو يفوتها لي إن كان التعبير صحيح والنحت صحيح، بعض الينبغيات الأساسية لتوصيات مهمة في سياق الوحدة الوطنية في تراث الآل والأصحاب. نقول ينبغي أن نعرف أهمية إبراز النماذج الحسنة والقدوات الحسنة من تراث الآل والأصحاب. ثانيا، تخفيف الأضواء عن الفتن والبقع المظلمة في التاريخ الإسلامي. ثالثا، معرفة المعايير الصحيحة لقبول تراث الآل والأصحاب. رابعا، الاستناد إلى الروايات الصحيحة فقط، وكذلك من الينبغيات. خامسا، تجنب الإفراط والتفريط في فهم تراث الآل والأصحاب بين الغلو والنصب. مبرة الآل والأصحاب تجربة رائدة على طريق الوحدة الوطنية، فدعونا الآن في البداية لو سمحتم، أنا لست عالما ولست أعلم منكم، ولكن دعونا نقيس ثقافتنا في تراث الآل والأصحاب. وما شاء الله يعني عندي مهندسين، يكفي مدير اللقاء مهندس ومنسق اللقاء الأستاذ حمزة مهندس، وما شاء الله التخصصات العلمية موجودة. نعرف الباروميتر جهاز لقياس الضغط الجوي، لكنني سأستخدم المبرميتر وأقارن بين الباروميتر والمبرميتر لقياس المستوى المعرفي بتراث الآل والأصحاب. أنا يا إخوة وأخوات بسأل 10 أسئلة بسيطة، لا أريد إجابتها، لكن ودي تهيئون لأن تضمرون في أنفسكم عدد الأسئلة التي ستعرفونها وتكون الإجابة عليها بالإيجاب. أرجو أن تكون كل واحد يقيم نفسه، ولن أسألكم عن الدرجات،
أن يقيم نفسه بعشرة من عشرة أو تسعة من عشرة، والذي ستكون درجته أقل من خمسة من عشرة يراجع ثقافته في تراث الآل والأصحاب. السؤال الأول، من هم الآل والأصحاب؟ من هم آل البيت ومن هم الصحابة؟ ما هو التعريف العلمي المبسط لآل البيت والصحابة؟ يجب أن نعرف من العشرة المبشرون بالجنة؟ ثالثا، من هم أصحاب الكساء؟ رابعا، من أصحاب بيعة الرضوان؟ خامسا، من أول فدائي في الإسلام؟ سادسا، من القائل ولدني أبو بكر الصديق مرتين؟ سابعا، من القائل أنا ابن الخليفتين؟ هذه كلها مقولات تكرس هدفنا ورسالتنا. ثامنا، من هو سيد الشهداء؟ تاسعا، ما علاقة القرابة بيننا وبين زوجات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأخيرا، عاشرا، من هن سيدات نساء العالمين؟ هذا يا أخواني يا أخواتي مجرد نماذج، مجرد نماذج، لأننا نريد أن نقيم ثقافتنا في تراث الآل والأصحاب. طيب، بالنسبة لأهداف المبرة، نشر تراث آل البيت والصحابة، غرس محبة الآل والأصحاب في نفوس المسلمين، التوعية بدورهم في خدمة الإسلام والمسلمين، إبراز علاقاتهم الحميمة المتبادلة بينهم، ودعم الوحدة الوطنية، وحدة الأمة بشكل عام، بتجلية المفاهيم الخاطئة عنهم. كما قلت، أشهرت المبرة في 23 فبراير 2005، و ترتيبها بين المبرات 23، سبحان الله، يوم الإنشاء 23 وترتيبها بين المبرات الكويتية 23. سياساتها، البعد عن الخوض في القضايا السياسية، للسياسة فرسانها، ولا ينبغي أن نكون مثل السوبرمان الذي يجب أن يقدم كل شيء، لابد من التخصصات واحترام التخصصات والتكامل فيما بينها. فنحن من أجل النجاح لله الحمد تعمدنا ألا نخوض في القضايا السياسية، فلها فرسانها، ولأنها بصراحة ليست بحرا بل محيطا لا أفق له. ثانيا، البعد عن المنازعات الطائفية وما يمكن أن يؤدي إليه. نحن نذكر رسالتنا وسأوضح رسالتنا ومحتواها بهدوء وبلا استفزاز وبلا اختلاف. المنصفون يقبلونها، والمتطرفون الغلاة يرفضونها، لأنها تسحب البساط من تحت أرجلهم، وترد على شبهاتهم، وترد على المنهجية التي يستخدمونها للتأجيج الطائفي. ثالثا، حتى داخل البيت السني، البعد عن الخلافات المذهبية والفكرية والتركيز على تطويق الطائفية. وكذلك من سياساتها الانفتاح على كافة شرائح المجتمع، فنحن نزور ونزار من قبل كل الطوائف الإسلامية، وسترون معنا ما شاء الله الضيوف من كل الطوائف الإسلامية. ملامح عمل المبرة، وهو في حد ذاته أسباب النجاح. أولا، التعاون مع الجميع واستقطاب جهود كل متعاطف. أصبحت لله الحمد المبرة مرجعية وبوتقة يصب فيها كل جهد لشخص مقتنع بأهمية تراث الآل والأصحاب. كذلك من ملامح عملها التخصص في الإطار العلمي البحثي. نحن اسمنا مبرة، ومصطلح مبرة في دولة الكويت يغلب عليه العمل الإغاثي مثل الجمعيات الخيرية أيضا، يعني بناء المساجد وحفر الآبار ورعاية الأيتام وتزويد الأغذاء والخيام للنازحين وإلى آخره. نحن فقط عملنا علمي بحثي، فإن كانت تلك الإغاثات مادية، نحن نطلق على إغاثتنا إغاثة فكرية، فنحن ننهج الإغاثة الفكرية. ولم يسبقنا في دولة الكويت إلا لجنة التعريف بالإسلام، التي هي أيضا منهجها فكري وإغاثتها فكرية. ولكن بصراحة ودون مجاملة أو تزكية لنا لأنفسنا، مهمتهم أسهل بكثير، لأن الشخص إذا انتقل من دين إلى الإسلام وقال لا إله إلا الله، مسح بالمساحة على كل المعتقدات السابقة. لكن بالنسبة لنا عندنا إرث طائفي وتراكم طائفي وتأجيج ينبغي معالجته، فالمهمة أصعب. من ثالث الملامح،
الصبغة الدعوية للعمل دون مواجهات فكرية ولا ممارسات سياسية. وبصراحة لا أكتم سرا، هي مسألة أدوار. يعني لو اضطر بعض الأخوة السياسيين أو الكتاب الذين يواجهون الفكر بالفكر في على صفحات الجرائد ووسائل التواصل، لا مانع من مساعدتهم في إعطائهم الأدلة، ليس من كتب طائفة واحدة، بل من كتب كل الطوائف. وهذا بحد ذاته أيضا ملمح آخر، أننا نحترم جميع اللغات، بمعنى لا نتكلم بلغات البخاري ومسلم وكتب أصحاب السنن فقط، بل نتحدث حتى بمراجع الطائفة الأخرى، وهي كتاب مثلا بحار الأنوار للمجلسي، ومستدرك الوسائل للطبرسي، وكشف الغمة للأربلي، والإرشاد للمفيد، والكافي للكليني، وأمهات الكتب من الطائفة الأخرى. وبالتالي لن يتحجج أحد بأن كلامكم غير مستند على أدلة نحن نحترمها، واستندتم إلى مراجعكم فقط. لا لا لا، ولذلك نحن ندعي ونزعم، ولا أستطيع أقول الوحيدون، بل النوادر من المراكز البحثية التي قدمت مكتبة كاملة بالاستعانة بكتب الطرفين. فمن يرى هوامش كتبنا يجد كل المراجع من كافة الطوائف، وبالصفحة وبالجزء وبالمجلد وبالفصل والباب، بحيث لا يدعي أحد، وهذه واحدة من الإشكالات هو عدم المصداقية من البعض الذي يدعي أن في شيء مكتوبه غير مكتوب، أو الذين ينكرون أن هذا مو غير صحيح. أن لا نتكلم إلا بالإسناد إلى المصدر وبالمرجع. ومكتبتنا أيضا لا أكتمكم سرا، تكاد تكون يعني أكبر مكتبة في العالم الإسلامي التي تخصصت فقط بتراث الألوصاق. إلى الآن عندنا 23 ألف كتاب بتقريبا 11 ألف ونص عنوان، و يعني أكثر من النص منها كتب الطائفة الأخرى، لأن احنا بصراحة ما عندنا أشكال مع رموز الطائفة الأخرى وهي آل البيت، لكن هم الذين عندهم إشكال مع الصحابة، وهم احنا رموزنا الصحابة وآل البيت. من الملامح التعاون المحلي مع الأجهزة الرسمية. نحن نفتخر بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، وهي ممثل الدولة وممثل الحكومة وممثل ولي الأمر في الجوانب الفكرية، قد تبنت كل كتبنا ولله الحمد، وأعادت طبعها بشعار الوزارة بالتعاون مع المبر. ونحن أصحاب رسالة لله الحمد، لا نزكي أنفسنا، لكن لم نتردد لحظة في أن وزارة الأوقاف تأخذ الكتب وتطبعها بشعارها، وتشير بالداخل أو بالخلف بالتعاون مع مبادرة الأصحاب. أصلاً نحن نعلم لله الحمد دون مبالغة أن مسمى الآل والأصحاب بصمة لمبرة الآل والأصحاب، مهما طبعت من جهات أخرى فهي بصمة وانطلقت لله الحمد من الكويت وانتشرت في العالم الإسلامي. التعاون الإقليمي مع الجهات المناظرة، وخصوصا في المثلث الطائفي، مع الأسف الكويت، البحرين، المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة هي أقرب نقاط. يمكن موجود بالعراق أيضا تأجيج طائفي، لكن بحكم الظروف السياسية ليس لنا تواصل بصراحة، لكن التواصل مع الذين هم في منظومة مجلس التعاون الخليجي، والانتقال والسفر متاح، فبالتالي في تبادل. ولله الحمد يعني نحن لما أنشأنا مركز البحوث والدراسات، أنا أقولها دون يعني سامحوني طول الوقت قد يكون في ذكر محاسن، ليس من باب التزكية لكن من باب نقل الواقع. الأخوة يقولون نحن كنا ننشغل ونتعب ونجهز ونحضر المراجع إذا أردنا أن ندخل في مناظرة مع الطرف الآخر، لكن لما أتت كتبكم ريحتونا ووفرتوا لنا كل تراث الآل والأصحاب الذي نحتاجه فيما يتعلق بالنقاشات مع الطرف الآخر، ريحتونا فيها. بل أن بعضهم قال نحن لن نؤلف كتبا، لن سننشغل بالجانب الميداني، لأن الكتب كلها من طرفكم وفرتوها، ولا بد من التكامل بين
الجانب البحثي والكتابي والعلمي وبين الجانب الميداني من باب التطبيق. نحن نعترف بأننا تخصصنا في الجانب العلمي البحثي وعددنا لا يكفي للعمل الميداني، لكن في غيرنا لله الحمد في دولة الكويت وغيرنا في البحرين وغيرنا في المنطقة الشرقية من الدعاة العاملين المتخصصين في ذلك، حتى أننا استعنا ببعض كتبهم واستأذناهم وخليناهم من ضمن منظومتنا باسمهم مع الاختصار لما يناسب تراث المظلة. ومن ملامح عملنا تلازم اسمي الآل والأصهار. اليوم صراحة الطرف الآخر من تشوف مبرة أهل البيت أو جمعية أهل البيت تعرف أنها طرف واحد، لكن بالنسبة لنا من الهوية من الاسم تعلم الهوية. فهذه ملامح عمل وهي لله الحمد أسباب النجاح. بالنسبة لفكر المبرة، بصراحة دعوني قبل أن أستمر بالعناوين الأخرى أبرز التحديات وبشارات العمل وكيف ندعم تراث الآل والأصحاب، خلوني بصراحة أعرفكم ما هي إصدارات مبرة الآل والأصحاب التي تعكس فكرها. يعني بصراحة إلى الآن أنا قاعد أتكلم حول المبرة ولم أتكلم عن فكر المبرة. الآن يا أخواني وأخواتي، لضيق الوقت سأكتفي فقط بذكر عناوين كتبنا والسلاسل التي أصدرناها ولله الحمد. لضيق الوقت ولعدم الإمكان لشرح كل شيء، على مستوى سير الآل وأصحاب بشكل طبيعي لازم تكون السلسلة الأولى هي سلسلة التراجم والسير. عندنا تمام الآلاء من سيرة السيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وتعمدنا أن نبدأ فيه لأنه لم يحضر السقيفة واستشهد في أحد، وبالتالي لم يختلف عليه وهو مجمع عليه من الطرفين. شذ الياسمين في فضائل أمهات المؤمنين، الإمامان الحسن المثنى وابنه عبد الله سيرة عطرة وتاريخ مشرق، الغصن الندي في سيرة الحسن بن علي رضي الله عنهما، فاطمة بنت الحسين درة فواطم أهل البيت رضي الله عنهن أجمعين، شهيد المحراب الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الروض الناظر في سيرة الإمام الباقر. لاحظوا التزامن، الآل والأصحاب، أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. ولاحظوا يا أخوان ليست تراجم فقط، ما يميزها شغلتين، أنها من كتب الطرفين وأن في الثلث الأخير من كل كتاب تقريبا الرد على الشبهات التي قيلت في هذه الشخصية. وإلا ما الذي سيميزها عن عشرات إن لم يكن مئات الكتب التي تكلمت عن الصديق والفاروق وذي النورين وأبو السبطين، هذه وبقية الصحابة أو أبو هريرة وغيره. فالمميز لها أنها اعتمدت على كل المراجع، والأهم من ذلك ردت على الشبهات حتى تتميز عن بقية الكتب. بعدين يأتي الجانب الرومانسي، إني رزقت حبها، السيرة العطرة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ودعوني أعرج بس تعريجة بسيطة ثم أكمل بقية الإصدارات. الرسول عليه السلام قال أوتيت جوامع الكلم، قال أوتيت، وكذلك قال أوتيت القرآن ومثله معه لما أتينا على البلاغة، لكنه لما أتى على حب خديجة لم يقول إني أوتيت حبها، قال إني رزقت حبها. يعني شوف الرومانسية والعاطفة الجياشة والذكر، ما شاء الله، الحب الشديد الذي جعل حبها ليس إيتاء بل رزقا. العشر المبشرون بالجنة، الدر الثمين من سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الكوكب الدري في سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، القول السديد في سيرة الحسين الشهيد، وهذه يعني موضوع شائك، موضوع الحسين تم التعرض له بحذر وموضوعية ودقة والرجوع إلى كل المراجع ولله الحمد، من بشر بالجنة من غير العشرة أيضا هذول من الآل والأصحاب، جعفر بن أبي طالب وآله رضي الله عنهم. ثاني اثنين تأملات في دلالات آية الغار على فضل أبي بكر الصديق، بذل الإخلاص في سيرة عمرو بن العاص، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه
عم النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة في سيرة الإمام القدوة أبو الوليد عبادة بن الصامت الشامل في التعريف بالصحابة الأماثل، وهذا ما شاء الله 7 مجلدات، وتعتبر من الإنجازات الفريدة التي يتهافت عليها كثير من علماء الحديث وعلماء الرجال. هذه السلسلة الأولى، واسمحوا لي على الإسهاب لأني اكتفيت بالعناوين. السلسلة الثانية، وأكرر يا أخواني، ليس مجرد سرد، هو مجرد انعكاس لي في تفكير المبرة وفكرة المبرة ورسالة المبرة. أرجو أن يعني لا يضيق أحد بالسرد، لأن صراحة أحسن اختصار هو هذا السرد، وربما يوحي بكثير من الأفكار قد لا أوفق لها. السلسلة الثانية، العلاقة الحميمة بين الآل والأصفاد، ومن خلالها نقول للمتطرفين يا جماعة الخير، الآل والأصحاب متحاسنين فيما بينهم وعلاقتهم حميمة، لماذا تحرشون بينهم بعد 1400 سنة؟ الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب، الأسماء والمصاهرات بين الآل والأصحاب. يعني أنا صراحة إذا لا سمح الله عندي عداوة مع أبو عامر، لن أسمي ابني عامر لأنه يذكرني بعدوي، وكذلك إذا خطب بنتي لن أزوج ابنه بنتي للعداوة هذه. فإذا شفنا الأسماء والمصاهرات الكثيرة بين الآل والأصحاب سنرى العجب العجاب الذي يبين العلاقة بينهم، وعلى مدى قرن قرنين، يعني القرون الأولى وذريتهم، وليس فقط أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن، نحن عندنا الثقلان الإنس والجن، لكن عند الطائفة الأخرى هي القرآن الكريم والعترة الطاهرة. فماذا قال القرآن الكريم وماذا قالت العترة الطاهرة من آل البيت عن الصحابة؟ رحماء بينهم، نسائم الود والوفاء في العلاقة بين علي بن أبي طالب والثلاثة الخلفاء. الآل والصحابة محبة وقرابة، هي معلقات ذات دلالة عميقة على العلاقة الحميمة بين الآل والصحابة، وستتعرض جمعناها في كتاب واحد سأشرحه وأمر عليه بالتحديد، لأنه فيه 24 أو 25 معلقة نسميها بوستر، وهذه المعلقات فيها رسائل قوية وسريعة لنشر فكرتنا. ذور السحاب في مرويات الفضائل بين الآل والأصحاب، أنا ما علي من روايات أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحج والجهاد والهجرة، أنا علي من أحاديث أو مروياته في فضائل آل البيت، والعكس صحيح، نفس الشيء طبعا عمر وعثمان، كذلك علي بن أبي طالب، ليس لي دعوة بمروياته في الأمور الأخرى، جمعت فقط مرويات علي بن أبي طالب في فضائل الصحابة. وهكذا كتاب ضخم جمعنا فيه لله الحمد مرويات كل طرف عن الآخر. الآل والأصحاب حقائق ووثائق، نسبا وصهرا، إثبات زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما، منهاج الاعتدال في بيان العلاقة بين الصحب والآل. السلسلة الثالثة عفوا، وهي السلسلة الأضخم، هي قضايا التوعية الإسلامية، وسأكتفي أيضا بسرد العناوين لتعكس اهتماماتنا وأفكارنا وإنجازاتنا طوال 18 سنة هذه. صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة، كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب، واسمحوا لي التوضيح، ما القواعد التاريخية التي ينبغي أن القواعد العلمية عفوا التي يجب أن نمرر عليها أي حدث تاريخي لنقبله أو لا نقبله. المنهج المقترح لتبصير الطلاب العلم بتراث الآل والأصحاب. المصرف السابع للزكاة وهو في سبيل الله، وبالمناسبة احنا ألفناه قبل إنشاء المبرة ليكون رافدا لدعمها المادي، وخلاصتها مشروعية صرف الزكاة على المبرة من باب المصرف السابع وفي سبيل الله، الذي فسره بعض العلماء المتقدمين بجهاد السيف، لكن فسره بعض المتأخرين وبعض المتقدمين وأغلب المتأخرين أنه جهاد الكلمة، وقد يعني حرم العالم الإسلامي في كثير من بقاعه من جهاد السيف، فلم يبقى إلا جهاد الكلمة. ولذلك هو ما شاء الله أطول كتاب مر علي، احنا سميناه من
17 مفردة أو 18 مفردة حسب ما أذكرها، مشروعية خل أقرأ لكم إياه لأنه طويل. هذا هو أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة وفي سبيل الله، وشموله سبل تثبيت العقيدة الإسلامية ومناهضة الأفكار المنحرفة. يعني صراحة رسالة الكتاب من عنوانه زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا ربائبه كما ادعى البعض أنهم بنات أخت خديجة وليس بنات خديجة. أولئك مبرؤون، رد على الشبهات التي أتت على بعض الصحابة، مفاهيم حول الآل والأصحاب رضي الله عنهم أجمعين، الوصية الخالدة، لعل محتاج تجلية لا يكفي ذكر اسمه، هو أقوال آل البيت في التوحيد وفي العقيدة ومستندة من كتب الطرفين نحو وحدة إسلامية حقيقية، مواقيت الصلاة نموذجا، المرويات التاريخية عند المسلمين، أساليب النقد وظاهرة الوضع فيها، خير القرون الآل والأصحاب، الفتوحات الإسلامية بين الآل والأصحاب، إني آنست نارا. هذه يعني تفكير وشجون مهتدي ومقبل على الاهتداء للمنهج الصحيح. إني آنست نارا، أهل البيت بين مدرستين، أولئك مبرؤون الجزء الثاني، كتاب الأربعين في فضائل آل البيت، وكتاب الأربعين في فضائل الصحابة، معجم ألقاب الآل والأصحاب، الرسالة الجلية في الدفاع عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، الصحابة والقرابة والقرآن الكريم، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، زينب الكبرى، قريش أنسابها وأمجادها، الحسن بن علي، حديث الغدير، الحياة النبوية، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنك ثرى. السلسلة الرابعة سلسلة ذرية الآل، ذرية آل البيت. بصراحة الخوض في أنساب آل البيت الحالية جربناها وشائكة، ويأتينا شخص ويقول هذه العائلة ليست من آل البيت، ثم شخص آخر ويقول وأين العائلة الفلانية، لم تتكلموا عنها فهي من آل البيت، وبعدين من آل البيت، آل البيت هو بصراحة نسب وليس مذهب، وبالتالي ممكن من آل البيت من هو من الطائفة الأخرى. فبصراحة أمام هذه القضايا الشائكة التي قد لا يستوعبها الجميع، لجأنا بتوفيق الله تعالى وهدانا التفكير إلى الجزء المطلوب والمجمع عليه من نسب آل البيت، فكتبنا كتبا أربعة نحسب ونزع منها غير المسبوقة في المكتبة الإسلامية، وهي أعلام الحنفية من أهل البيت، وأعلام المالكية من أهل البيت، وأعلام الشافعية من أهل البيت، وأعلام الحنابلة من أهل البيت، فلا يزايدن أحد علينا في أهل السنة والجماعة بأن آل البيت نحن ننصب لهم العداء وما يسمى النواصب وإلى آخره، بل هم آل البيت، هم أهل السنة والجماعة. وأكرر الاعتذار، فأنا قاعد أمشي بشكل برقي سريع. السلسلة الخامسة الناشئة في رحاب الآل والأصحاب، ثمان إصدارات بالرسوم الكاريكاتيرية تقدم تراث آل البيت وخصوصاً أمهات المؤمنين وبنات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالكتب على السريع: طالب الابتدائي في رحاب الأهل والأصحاب، الشيخ والأصدقاء، أبو بكر والرسالة الإلكترونية، قصة زواج أم المؤمنين عائشة وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما، زواج كل واحدة منهم، رقية وأم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قصة زواج أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، قصة هجرة أبي بكر الصديق، قصة أم المؤمنين أم سلمة، وهكذا بأسلوب قصصي جميل وطيب وبالرسوم الكاريكاتيرية، لأن إحنا بصراحة تطرقنا لتراث الآل والأصحاب من منظور الأطفال ومن منظور المرأة ومن منظور الألعاب ومن منظور الأناشيد، عندنا إصدارات كثيرة في الأناشيد لتراث الآل والأصحاب. السلسلة السابعة هي إنجازات المبرة، مركز البحوث والدراسات، مكتبة المبرة، اللجنة النسائية، الإصدارات الإلكترونية، الإصدارات المترجمة. السلسلة الثامنة مرويات تحت المجهر، وهي تركيز على بعض القضايا المهمة التي لم تخدم، مثل
عندنا 6 إصدارات في هذه السلسلة، الأيام الأخيرة من حياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، عارفين حساسية هذه الأيام الأخيرة، أحاديث الفضائل العامة لأهل البيت الأطهار، أحاديث الصحيحين المنتقدة خاصة بالأنبياء عليهم السلام، مختصر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عرض ونقد، صيانة الجانب النبوي الشريف، وأخيرا وهذا أحدث الكتب وأحدث ضجة كبيرة بين كل الطوائف، وهي حكاية كسر ضلع الزهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها، والتناول العلمي الذي بصراحة لم نجد له أي تحفظ من الأطراف الأخرى، لأنه بني على دراسات علمية وتحترم اللغتين وتحترم الطرفين. السلسلة التاسعة الآل والأصحاب في الأدب العربي، هنا من منظور الأدب، ديوان الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الثمر المستطاب في روائع الآل والأصحاب من الجانب الأدبي، روائع وبدائع، رواية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقتان، والمقصود هنا عائشة وفاطمة، وأثبتنا جوانب صديقية في حياتهما. الصديقتان رواية أثر النبي صلى الله عليه وسلم، والبلاغة العمرية. على غرار نهج البلاغة عندنا أيضا الشيخ محمد، الدكتور محمد سالم الخضر، رئيس مركز البحوث والدراسات عندنا، جمع أقوال عمر بن الخطاب وكتب البلاغة العمرية. السلسلة العاشرة الآل والأصحاب في المخطوط العربي، تعمدنا اختيار المخطوطات التي متخصصة في مجال تراث الأصحاب، ولم تخدم كتب فيها عن المخطوط العربي، معجم الصحابة وإخراجه بشكل جديد، ونزعم أن عليه يعني إقبال تفرده في طريقة العرض والتحقيق، إيضاح المدارك في الإفصاح عن العواتق اللي اسمهم عاتكة، الجامع في مصنفات الجوامع من أسماء الصحابة، معرفة الصحابة وأخبارهم، الذرية الطاهرة المطهرة، الموافقة بين أهل البيت والصحابة، إسعاف الراغبين، در السحابة في من دخل مصر من الصحابة. وبالمناسبة الآن في يعني صدد الإدخال المطبعة، الروض الوريف في من نزل من الصحابة في فلسطين والقدس الشريف، على غرار من دخل مصر من الصحابة، وهذا الآن سيدخل المطبعة إن شاء الله، كتاب ضخم من 800 صفحة ومخدوم ما شاء الله. السلسلة 11 الأحاديث المشتركة بين أهل السنة والإمامية، عندنا 6 إصدارات، مجرد جمع أحاديث، حديث معين برواياته الخمس أو الست السنية وبرواياته الخمس أو الست الإمامية، دون شرح ولا تفصيل، بس مجرد ذكر هذه المراجع يدل على وين التوجه الصحيح. فالأحاديث المشتركة في توحيد العبادة، الأحاديث المشتركة في حقوق المسلم، الأحاديث المشتركة في أحكام الدفن والقبور، هذه كلها تعالج قضايا تعرفونها، الأحاديث المشتركة في العزاء والصبر على البلوى، الأحاديث المشتركة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المشتركة في الأمكنة والأزمنة والمباركة، شتان بين فضل مكة والمدينة وبيت المقدس وبين بعض المدن الأخرى في بعض الدول التي يحج إليها حجا، ومر علي مقاطع جمع فيها أحد الإعلاميين ما شاء الله أن فضل زيارة كربلاء مرة عن حجة، مرة عن حجتين، مرة عن 100، مرة عن 1000، مرة عن 1,000,000 حجة، بكل مرة يعني رواية مختلفة وليس لها سند. السلسلة 12 أعلام الإسلام، وهذه عبارة عن 3 ملتقيات، ملتقى الإمام أحمد، ملتقى البخاري أول واحد ثم الأحمد والإمام أحمد، ثم ملتقى الإمام مسلم وأصحاب السنن، وهي مؤخرا صارت يعني خلال الشهر الماضي، القول المسدد في الذب عن المسند. السلسلة 13، وهي بصراحة سلسلة كبيرة من 19 كتاب إلى الآن والقادم من الكتب غيرها، ندعي ونزعم أننا أول من قدمها للمكتبة الإسلامية. أنا قلت
الاستشهاد بكتب الطرفين قد تكون، لا أجرؤ أن أقول الوحيدون، قد تكون من النوادر، لكن هذه أنا الآن أقولها وأتحمل مسؤوليتها أول من قدمها المكتب الإسلامي. خلاصتها، إحنا قلنا في السلسلة الأولى عندنا سميناها سلسلة التراجم والسير، لكننا أعدنا توثيق هذه التراجم والسير بالموضوع لا بالشخصية. فأنا أمسك الآن الإصدار الأول مثلا، القرآن الكريم في حياة الآل والأصحاب، سأنتقي من كتاب أبو بكر الصديق فقط ما يتعلق بعلاقته بالقرآن الكريم وطريقة تعامله مع القرآن الكريم، ثم أنتقل إلى عمر، عثمان، علي، فاطمة، خديجة، عائشة، أبو هريرة، فأنا نمسك كل الصحابة وناخذ موضوع واحد. كذلك الزهد والعبادة في تراث الآل والأصحاب، نمسك فقط الزهد والعبادة إذن بالموضوع، ونستعرضها بكل المراجع أو عند كل الشخصيات. وبالتالي إن صح التعبير، وأنا عندي مهندسين كثر، أنا هذه المصفوفة بدل ما كانت أفقي وعمود، أفقي خليتها عمودي، وإن كانت عمودي خليتها أفقي، يعني كانت بالسير والتراجم والشخصيات خليتها بالموضوعات. فخلوني أقرأ فقط العناوين: أدب التربية في تراث الآل والأصحاب، السفر وآدابه في تراث الآل والأصحاب، آداب معاملة المرضى وكبار السن في تراث الآل والأصحاب. ولاحظوا يا أخوان جهد مضني، من السهل أن نجمع الأحاديث في موضوع معين، لكن جمع آثار الصحابة وآل البيت كلها واختيار الصحيح منها، هذا فعلا جهد مضني وغير مسبوق. الإعاقة في تراث الآل والأصحاب، الكسب والتجارة في تراث الآل والأصحاب، آداب التعامل مع غير المسلمين في تراث الآل والأصحاب، المزاح، يعني جبنا حتى لقضايا جانبية، المزاح في تراث الآل والأصحاب، إدارة الوقت في تراث الآل والأصحاب، آداب التعامل مع المرأة في تراث الآل والأصحاب، القضايا النسائية في تراث الآل والأصحاب، آداب الحوار في تراث الآل والأصحاب، الوقف في تراث الآل والأصحاب، آداب الطعام في تراث الآل والأصحاب، آداب العشرة الزوجية في تراث الآل والأصحاب، وحسن الجوار في تراث الآل والأصحاب. ولذلك إن كان يعني أجل الصحابة 30 40 وأمهات المؤمنين، أنا ممكن أطلع 300 موضوع، وبالتالي راح يعني أركز بتركيز أكثر من كان عنده يعني اهتمام في خطبة، في درس، في موضوع، في بحث عن خصلة معينة، يجد عندنا التركيز هذا. السلسلة الرابعة عشرة، وهذه بصراحة خلوني أخلي أتكلم عن الخامسة عشرة عشان أختم بالرابعة عشرة، لأنهم كلهم 15 سنة. بالنسبة للسلسلة أو الخامسة عشرة هي بيبليوغرافيات الآل والأصحاب في العالم الإسلامي. بدأنا في بيبليوغرافية الآل والأصحاب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وهذا الجزء الأول، وأصدرنا الآن مؤخرا الشهر الماضي الجزء الثاني، بيبليوغرافية الآل والأصحاب في دولة الكويت، بيبليوغرافية الآل والأصحاب في المملكة العربية السعودية، والآن شغالين على المغرب والجزائر، ويعني أحد دول الآن لا تحضرني. الفكرة كما تعرفون أن نغطي كل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث المحكمة المنشورة في الدوريات المعتمدة في هذا البلد عن الآل والأصحاب، وبالتالي أنا أقدم لك بيبليوغرافية. ولمن لا يعرف البيبليوغرافية اسمحوا لي أن أعرف أن نذكر 5 عناصر: اسم الكتاب الذي تكلم عن الأصحاب، المؤلف، دار النشر، بلد النشر، سنة النشر. بس هذه يعني كل مرجع مذكور في هذه ال5 العناصر. الأمر الذي يسهل على الباحث اللي موجود في هذه البلاد أنه يرجع إليها، وخصوصا إذا عندها قواعد معلوماتية ممكن يحصلها من الإنترنت. خلوني أرجع للقائمة، للسلسلة الرابعة عشرة والأخيرة. هذه السلسلة الرابعة، عفوا الرابعة عشرة، أنا قد أكون أطرح فيها السؤال أو طرح استفزازي للبعض من باب المداعبة، أنا نقول إن إلى الآن في هذه السلاسل كلها
ثبت عندنا أن تراث الآل والأصحاب ليس له وطن واحد، بل هو لكل العالم الإسلامي، وتشترك فيه كل البلاد الإسلامية والأقاليم الإسلامية، بل حتى المسلمون في غير البلاد العربية. لكننا في هذه السلسلة 14 كوتنا تراث الآل والأصحاب، أعطينا جنسية كويتية في هذا الجزء. قد يتساءل بعض شلون جنسته، نقول ركزنا على نصيب الكويت في تراث الآل والأصحاب، وندعو غيرنا إلى أن يحذو نفس الحذو في كل الدول الأخرى. فمثلا الآل والأصحاب في الواقع الكويتي، أنا لله الحمد تشرفت بكتابته وجمعت 17 مؤشر على محبة أهل الكويت للآل والأصحاب. ذهبت إلى هيئة المعلومات المدنية وأخذت إحصائية بكل كويتي اسمه عمر وعثمان وأبو بكر وعلي وخديجة وفاطمة، ثم نسبتهم إلى عدد الذكور في ذلك الوقت وعدد الإناث في ذلك الوقت، عشان أعرف كم نسبة الكويتيين اللي مسمين عثمان أو علي أو عمر وأبو بكر، وكم نسبة الكويتيين اللي مسمين عائشة وفاطمة وهكذا. وقد تستغربون أن ربع المجتمع الكويتي بأسماء الآل والأصحاب. محمد لوحده 9.5% من كل الكويتيين، كل 10 كويتيين فيهم محمد واحد. وأحمد وهو الاسم الرديف لمحمد 2.5، مجموع 11.5. ثم بقية الصحابة، أجلاء الصحابة، أمهات المؤمنين، بنات الرسول عليه السلام وعماته، وأبرز يعني يمكن 40 اسم تقريبا، هم 13%. نجمعها مع 11.5% تقريبا 25%. فهذه بصراحة هي يعني انعكاس لاهتمام أهل الكويت بالآل والأصحاب، وبالتالي لا حد يزايد على يعني علينا في أن أنتم ما تحبون الآل والأصحاب، أنتم ما تهتمون بالآل والأصحاب، أنتم لا تسمون على الآل والأصحاب. كذلك الآل والأصحاب في تسمياتي شوارع الكويت إحصائية كاملة ورسومات وجداول. الآل والأصحاب في تسميات مدارس الكويت. الآل والأصحاب في تسميات مساجد الكويت. الآل والأصحاب في الخطاب التربوي، أخذنا كتب وزارة التربية من أولى ابتدائي إلى رابعة ثانوي 12 سنة، وجردناها وطلعنا 74 موضوع في الآل والأصحاب، إما صريحا أو ضمنيا، بمعنى معدل لو قسمناها كل شهر لازم يمر على الأولاد صغارا أو كبارا موضوع عن الآل والأصحاب. الآل والأصحاب في الخطاب الإعلامي، رحنا وزارة الإعلام وجبنا البرامج كلها. الآل والأصحاب في الخطاب الديني، وزارة الأوقاف وطرحوا إلى آخره، وهكذا. بل وصلنا إلى الآل والأصحاب في التشريعات الكويتية، ما العقوبات التي يفرضها القانون الكويتي على من يتعرض للآل والأصحاب وأمهات المؤمنين. والآل والأصحاب في تسميات المدارس، حضور الآل والأصحاب في الواقع الكويتي، مبرة الآل والأصحاب إبداع دعوي معاصر، تجربتي في المبرة، وهذا كتاب لي أنا أيضا تجربتي في إنشاء المبرة، وفيها صراحة تجربة لكل من يريد أن ينشئ ممثل ما يعني مبرة مماثلة، وفيها توثيق للتجربة. الصحابة وآل البيت عند أدباء الكويت، جردنا كل القصائد والنثر يعني الجيد والمسرحيات والمقالات والخطب عن تراث الآل والأصحاب، مسيرة الإنجاز في قوالب الإيجاز، ذكرنا ما شاء الله تلخيص لمسيرة المبرة من خلال ذلك. فهذا ما قصدته بالتكويت لتراث الأصحاب. فأنا أدعو أن آل الأصحاب يجنس جنسية سورية، بأن يعني ممكن يركز على أسماء الآل والأصحاب في المجتمع السوري، على نصيب الآل والأصحاب في المناهج التربوية الإعلام بنفس الطريقة، وبالتالي أو كذلك في المجتمع المصري أو في المجتمع السعودي الفلسطيني إلى آخره. هذا ما قصدته بتجنيس تراث الآل والأصحاب. هذا بالنسبة للإصدارات. أنا كنت جايب بعض مجموعة من الكتب، كنت بوريكم الأغلفة، لكن شفت الوقت يعني أزف، فلعل استعراضي لهذه الأسماء يبقى. بالنسبة لكتاب مهم، أنا بصراحة كل ضيوفنا في المبرة لما يزورونا، خلوني أختم بالتالي، لما يزورونا إخواننا في المبرة أعطيهم
هذه الإصدارات الأربعة. أولا أعطيهم، وهذا على فكرة كله موجود في موقعنا تحت رعاية الشيخ العلامة جوجل، وانتم موجودين تقدرون تطلعون على كل الكتب. الآب والآل والصحابة محبة وقرابة، هذا كتاب البوسترات. يعني مثلا هذه واحدة من الإجابات اللي سألتها، أنا ابن الخليفتين عدل، واللي هو زيد ابن عمر بن الخطاب. وكذلك المصاهرات، مثلا مقولة الإمام جعفر الصادق، ولدني أبو بكر الصديق مرتين، هذا بوستر وشرحه عدل، فيقول أيسب الرجل جده، وهي مقولة الإمام جعفر الصادق. وهكذا بصراحة، يعني كل بوستر يقدم فكرة، مثلا المصاهرات الست بين آل الصديق وآل البيت، اللطيف والجميل، سبحان الله، مقادير الله تعالى، أن الزيجات الست كل الرجال منها من آل البيت، وكل النساء منها من آل الصديق، وعلى رأسها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوج بعائشة رضي الله عنها. لو كان العكس كانت مصيبة، قيل إنها سطوة الخلافة، ويعني في نوع من الإجبار، لكن في ثقافتنا العربية الإسلامية من يخطب من؟ الرجل هو الذي يخطب المرأة، ما حد ضرب على إيده وقال له تعال تزوج فلانة، بل اختارها راضيا في ذلك. فهذا الإصدار الأول يهدي. الإصدار الثاني، الإصدارات الإلكترونية لتراث الأصحاب، في كل سلسلة بالبوست كود مالها، في الكيو آر ريدر مثلا، تجد عنوان الكتاب والكيو آر ريدر ماله بالتليفون تقدر. وبالتالي أنا بصراحة لما أهدي إخواني ضيوف المبر هذا الكتاب، أقول لهم أنا جاي شايل معاكم، شايلين أنتم 3 كراتين كتب من الحجم الكبير، أنا الحين أهديتكم 3 كراتين من إصدارات المضرة أو يمكن أكثر. وكذلك أهديهم هذا الكتيب الصغير للإصدارات المترجمة. إحنا ترجمنا الآن إلى 22 لغة، شرحناها في البداية، اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الإسبانية، الروسية، الأردية، البوسنية، الفارسية، الأندونيسية، الطاجيكية، الأذربيجانية، البنغالية، الهندية، السواحيلية، اليوربا، التركية، الهوسة، التايلاندية، الألبانية، القرقيزية، الفلبينية، التلقوية. ليش يا جماعة؟ لأن كثير من ضيوفنا أو من يتعرفون علينا في الفعاليات يقولون تعالوا يا جماعة الخير محتاجينكم، لأن المد الصفوي الذي يشوش الأفكار على المسلمين انتشر في كل مكان، وانتشر عندنا نحن، نريد أن نترجم هذا الخطاب الوسطي عندكم والفهم الصحيح لتراث الآل والأصحاب نعطيه لشعوبنا. ولذلك هذا نموذج الآن من هذه الصفحة عدل، إن الكتاب. وأخيرا مسيرة الإنجاز في قوالب الإيجاز، هذه بصراحة لخصنا مسيرة المبرة، مثلا قبسات من تزكيات بعض الأكاديميين في حق المبرة، قبسات من تزكيات وزراء الأوقاف ضيوف المبرة، قبسات من تزكيات مراكز مدراء المراكز الإسلامية، قبسات من تزكيات ضيوف المبرة من الدعاة، ضيوف المبرة من العلماء، رموز العمل الخيري، الأعيان والمسؤولين، بعض أفراد الأسر الحاكمة اللي زارونا في المبرة، والقياديين إلى آخره ما شاء. وكذلك صفحة نعتز فيها تزكيات أئمة الحرمين الشريفين لما زارونا في المبرة، وكلهم لله الحمد. هذه الصفحة، الحرمين الشريفين وكلهم لله الحمد كتبوا في سجل الشرف وسجل التشريفات كلام طيب استأذناهم بنشره، ولا عندما ننشره موجود بالتوقيع وبعضهم بالتعريف، والله دون مبالغة كلمة حق. لما كنت أوصلهم للسيارة بعد اللقاء، واللقاء لا يتجاوز ساعة إلا ربع أو ساعة، ونعرفهم بالمبر، نقولها من باب الافتخار وليس التزكية، يقولون والله إحنا زرنا في برنامج رسمي حكومي، وكذلك زيارات لا منهجية للجمعيات والمؤسسات، أمتع فقرة وأفضل فقرة في برنامجنا هي زيارتكم. طبعا أنا عارف ليش، يعني الجمعيات الأخرى عندها عمل تقليدي،
كنشر الدعوة وطباعة الكتب والمساعدات الخيرية وكذا. لكن بهذا الإبداع الدعوي المعاصر الذي أذكره تماما عندما زارنا الشيخ محمد راتب، الدكتور محمد راتب النابلسي، والإمام هو محمد بشير مدرس القراءات في الحرم المدني، والدكتور عدنان عورتاني أو كذا عورتاني رئيس صندوق الزكاة في دار الإفتاء اللبنانية، أذكرهم في يوم واحد لأن كانوا ضيوف لمؤتمر يزوروننا، كل واحد يزورنا شوية. والله قالوا، واحد قال أنا 30 سنة في الدعوة، واحد 33 سنة في الدعوة، واحد 35 سنة في الدعوة، لم أرى هذا الإبداع الدعوي في طريقة تقديم الفكر للأطراف الأخرى بهذا الشكل المقنع، ولم أرى أيضا توعية السنة كذلك، توعية أهلنا وجماعتنا في مفاهيم لم يكونوا يعلمونها. وبالتالي بصراحة اللي بيسألني بيقول لي هل أثر هذا الطرح على الطرف الآخر، نقول بأن إحنا توعية السنة كافية لدعوة الجهات الأخرى، وكثير من حالات يعني الوصول للهداية الصحيحة للمنهج الصحيح كانت من خلال الارتباط والاحتكاك مع أهل السنة وبالتالي نوعي. أنا آسف جدا على الإطالة في الجعب الكثير يا أخوان وأخوات، ومتأسف على تأخيركم، لكني حاولت الإيجاز بقدر الإمكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. هذا اجتهادي، من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجران. أسأل الله سبحانه وتعالى أنني قد أصبت الأجرين، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، بل أخذت أجرا مضاعفا في جبران الخواطر، إذ أنك افتتحت لنا هذا المشروع الجديد في التعريف بالمراكز الإسلامية حول العالم. جبر الله خاطرك وخواطر المستمعين جميعا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. آمين أشكرك على آمين. تلبيتك دعوة البيت الحمصي مرة إثر مرة، وعلى تلبيتك هذه الدعوة الكريمة وهذه المحاضرة الموجزة الشاملة الجامعة. أبدأ من حيث بدأت عن البيوت، فالبيت الحمصي هو تجربة أول بيت في إسطنبول باسم البيت، وحذا حذوه البيت الدمشقي والبيت الحلبي وجمعية ما أبو شاء الله سعود، وأخذوا ما شاء الله التجربة نسخة وأزارونا وكانوا من حضورنا، وكذلك حتى المنتدى الحضاري الأوروبي في ما أوروبا شاء الله حضروا معنا 7 أشهر ثم نسخوا النسخة وحذوا الحذو. وأرجو أن يكون هناك فيما بعد اتحاد البيوت الإسلامية حول العالم. جزاك إن شاء الله الله. خيرا، والبيت أنت البيت ذكرت السوري أن عجل الله فرجه إن شاء الله. آمين أنت ذكرت أن المبرة عمرها 18 عاما وبلغت سن الرشد، فأقول هي بالغة سن الرشد منذ ولادتها. فأتمثل نعم هنا بيت شعر للمرحوم الشاعر غازي الجمل، حيث قال: نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلة. ما وأنتم شاء إن الله شاء الله من ذلك، أحسن الله إليكم. وذكرت البعد عن السياسة الله والخوف، يجبر بخاطرك. ونحن إغاثة فكرية، فأقول مثنيا على ما ذكرت أن مشروعنا لا يمكن أن يكون مشروع قوة في هذه الأيام، بل قوتنا بقوة الدعوة إلى الله عز وجل. فنحن سبحان إن الله عملنا اتحاد هذه المراكز والترابط والتعاون بين هذه المراكز، وأسلم الغرب لامتلكنا قوة الغرب، هذا هو مشروعنا الذي يجب أن نعمل عليه جاهدين. ثم كنت قد كتبت: لماذا لم تترجم إصدارات المبرة إلى لغات العالم، متمثلا الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فأنت أجبتني جزاك الله خيرا بأنكم ترجمتم إلى 22 لغة، وأرجو أن يكون ذلك أوسع وأوسع، بارك الله فيكم. إن شاء الله. ثم أطالب بعنوان لأهل حمصة: أنتم كوّدتم المبرة ونحن نريد أن نحمص ما لدينا بالدر السعيد في من دخل من الصحابة مدينة ابن الوليد. ما شاء الله بارك الله فيكم، تمام وأثني وأشكرك أنك ختمت
بالإصدار الرابع عشر مواساة لأهل حمص بيوم الأربعاء، جزاك الله خيرا. أنتقل إلى المداخلين الكرام، الدكتور أحمد قضاة، وهو من إخوتنا من الأردن، وهو نعم، مدرس دكتور بروفيسور في جامعة عمان، فليتفضل مشكورا. والنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعني بداية أنا أشكر الأستاذ الدكتور عبد المحسن على هذا الإيجاز المبدع وعلى تعريفنا بهذه المبرة التي تقوم بجهد عظيم، وهذا الجهد نحن بحاجة إليه، نحن أقصد المسلمين من الطرفين، أهل السنة والجماعة والطرف الآخر كما هو معلوم، كلنا بحاجة إلى هذه الجهود المباركة الطيبة. كثيرون يتوجهون إلى الكويت، إلى الصناديق الموجودة في الكويت، يبتغون المساعدات المادية لمشاريعهم وجمعياتهم وما إلى ذلك. لكن صدقا وحقا بعدما سمعت هذا الإيجاز الطيب الرائع، أنا يعني تلميذ في مدرستكم استغفر الله. وأشد على أيديكم. كنت قرأت لبعض الإخوة مثل الأستاذ علاء الدين المدرس، أحد الإخوة العراقيين، كانت له كتابات من نسب المصاهرة بين أهل بين الصحابة وآل البيت، وكانت كتاباته رائعة ومفيدة. أما أن تكون بهذه السلاسل وبهذا العمق وبهذا التوضيح الذي يبني فكرة أهل السنة بداية بناء تربويا محكما متينا يوضح لهم الحقائق ويعرفهم بالآل وبالأصحاب وبالمصاهرة بينهم وبالعلاقات وبالتسميات وبكل هذه الألوان من المحبة، لا شك أن هذا يعني يقدم للأمة الفكر النير الصحيح. وإذا كمل هذا باختيار الآيات الكريمة من القرآن الكريم، مثل آيات رضي الله عنهم ورضوا عنه، مثل آيات وكلا وعد الله الحسنى، مثل آيات وأزواجه أمهاتهم، مثل آيات التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته والعلاقة بين هؤلاء وبين الصحابة، وتفسر أيضا كجهد يضاف إلى هذه السلاسل المباركة، بالتأكيد ستتم الفائدة. أنا يعني سررت لهذه المكتبة الشاملة المتنوعة والأفكار الرائعة التي تجمع ولا تفرق، والتي لو وعاها كثيرون من الطرفين وابتعد الجاهلون وسكتوا وتكلم أهل العلم، لا شك سيكون المجال مفتوحا لتقريب كبير وفهم وحرص على يعني تقليل الخلاف إلى أقل درجة ممكنة، ثم تراجم من كتب الطرفين وردود على الشبهات هذه التي يحتاج إليها من يجادلون عن علم وبصيرة من أجل الإقناع ومن أجل يعني بيان الحقيقة. هذا كنت أواجهه في لبنان وفي العراق في بعض الحوارات التي تكون بيني وبين عدد من الشيعة. لا شك عندما نجد هذه الكتب لها دورها الكبير في توضيح هذه الحقائق. فجزاك الله خيرا يا دكتور عبد المحسن، وبارك الله فيك على هذا التوضيح وعلى هذه الجهود. ومثل ما قال أخي أبو عامر، يعني هذه جمعية أو رابطة أو مبرة ولدت مكتملة، وجهود 18 عاما، إنجازات لا تنجزها جامعات ولا تنجزها مجامع فقهية وعلمية ولا تنجزها مدارس، فهي أكثر من ذلك. شكر الله لجميع القائمين بجهودهم على هذا التقديم المبارك، ونسأل الله أن يزيدكم من فضله وأن يتقبل هذه الجهود ثقيلة في موازين حسناتكم. آمين جزاكم الله آمين خيرا دكتور أحمد قضاة على هذه المداخلة الكريمة. أنتقل إلى مداخلة أخرى وكريمة أيضا من الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي، رئيس جمعية الإصلاح الإسلامية ورئيس ما جامعة شاء الله. كارلوس، فليتفضل مشكورا.
أحد ضيوف المبرة، ما شاء الله. نعم يا سيدي، أنا أنتقي دائما الضيوف الذين يدخلون السرور على قلبك. جزاك الله خير. أكرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. والله يرحم والدك إن شاء الله. مساكم الله بالخير، و جزاك الله بالخير. جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من محاضرة طيبة وقيمة، وجزا الله الأستاذ أبا عامر على ما دعانا إليه في هذا البيت الحمصي المبارك. في الواقع يعني لا أريد أن أضيف على ما تفضل به دكتورنا العزيز، إنما أود أن أقترح بعض الأمور التي إن شاء الله تخدم مسار المبرة في الكويت، والكويت عاصمة المؤسسات الإسلامية العالمية ورائدة المؤسسات الإسلامية العالمية. فأرى أن يعني يولى الاهتمام بجمع المناظرات الكبرى بين الطائفتين، بين أهل السنة والجماعة من جهة، وبين الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية من جهة أخرى، وخاصة في القرن الأخير، حتى لا نوسع الأمر، لأن القرون الأخرى استوفيت، و يعني في الكتب غنية عن تكرارها، سواء كانت خطية يعني مكتوبة أو موثقة بالصوت والصورة. وكذا في محور آخر، جمع الحجاج المعاصرة في الندوات والمؤتمرات المشتركة، يعني هناك حوارات تختلف عن المناظرات، المناظرات لها مجالها والحوارات الأخرى لها مجالها، فهناك تراث كبير شارك فيه كبار علماء الأمة خلال على الأقل النصف القرن الأخير في ندوات ومؤتمرات مشتركة بين الطائفتين، وإيلاء بعض الرسائل الجامعية، وقد ندخل فيها إن شاء الله بعمل مشترك في إطار توجيه المحاور البحثية في الرسائل الجامعية، كدراسة تجربة كبار العلماء فيما حول مقولة التقريب، وهذه التي خاض فيها كثيرون وغرق فيها كثيرون ونجى الله تعالى منها كثيرين، كذلك دراسة نقدية لمصطلحات كثر تداولها من طرف من يعني يعتقد احتكاره لآل البيت كمقولة الوحدة الإسلامية، فهذا يسهم برأينا المتواضع بإنارة الطريق وتوفير يعني الخسائر الفادحة على كثيرين ممن يريدون تجريب المجرب واستهلاك المستهلك بزعم أنهم يعني يجربون ما فيه مصلحة عليا للمسلمين، كذلك دراسات مساحات التعاون بين الطائفتين، يعني هناك مساحات تنافر لنقل وهذا أمر واضح، لكن هناك مساحات تعاون، تعاون تشريعي في المجال الحفاظ على الأسرة، في مناهضة المخدرات، في التصدي للإلحاد، يعني هناك مساحات نرى أنها تستأهل أن تولى الأهمية. كذلك أقترح على المبرة الكريمة التي يعني أعتبر نفسي ليس ضيفا على الدكتور بقدر ما أكون يعني واحدا من أسرتها الكريمة، حياكم الله. هامي أن تقوم رئاسة المبرة مشكورة بإهداء
مكتباتي الوطنية الكبرى في العالم. يعني اليوم مكتبة اسطنبول الكبرى، مكتبة الوطنية في كثير من عواصم، هذه تبقي إن شاء الله هذا التراث بعيدا عن الهلاك الإلكتروني، لاحتمال يعني أن يكون كل الذي سكبناه في المواقع الإلكترونية في لحظة معينة، يقولون هناك احتمالية حتى أن تنفجر هذه الآي كلاود والغيوم الإلكترونية. فعلى الأقل تبقى تراثا في المكتبات الضخمة في العالم، ويحفظ هذا التراث، فضلا عن يعني حرصنا على إقامة دورات سنوية مشتركة بين المبرة والجامعات الإسلامية في كل سنة، في تكون في قطر معين ويشترك فيها مثلا 10 من كل قطر. فهذا أمر يعني يطور ما ممكن أن نسميه سفراء المبرة حول العالم، سفراء المبرة حول العالم. وإن شاء الله نتابع ما تشاورنا بشأنه في زيارتنا الأخيرة بعد أن تضع الحرب أوزارها في لبنان الذي يقصف ويثخن بالجراح الآن. ولا تنسونا من صالح دعواتكم، والحمد لله رب. جزاكم الله خيرا دكتور رأفت محمد رشيد ميقاتي، رحم الله والدك وأحبابنا جميعا وجمعنا بهم تحت لواء سيد المرسلين في غرف النظر إلى وجهه الكريم. أشكرك على تلبيتك وعلى هذه المداخلة الكريمة، وأتمنى أن يكون ما تفضلت به يبدأ من عام 47 و900 وألف من اليوم الذي دعا به الدكتور مصطفى السباعي لهذا الذي تفضلت به. نبدأ من هنا، ليس من 50 سنة خلت، فهذا قد يكون 75 سنة. جزاك الله خيرا وحفظك. آخذ مداخلة من الأستاذة عائشة محمود شعبان، فلتتفضل مشكورة. طبعا دكتور انا اعلق بالاخير. نعم سيدي، لك اكتب. أن تعلق بالأخير، لا بقي تمام، مداخلة واحدة. قاعد و اجمع المقترحات والملاحظات. نعم. نعم سيدي، تفضل يا أستاذتنا. السلام عليكم، جزاكم الله كل خير. الحقيقة انه الموضوع جدا موضوع رائد وموضوع يلزمنا جميعا، ولكن في عندنا خصوصيات لكل دولة من دولنا ولكل مكان من أمكنتنا. مثلا ما يحصل في الكويت غير الذي يحصل في سوريا. إذا قمنا بهذه الأعمال في سوريا ربما كانت لنا أمور أخرى. فأنا أرى أن كل بلد لها خصوصيتها. الكويت هي من يعني الطوائف الأخرى، في نوع من السلام، من التعايش، من يعني مواطنين وعايشين بدولة واحدة. أظن هذا يختلف عنا في سوريا لو بدنا نعمل من العملية، لكن هي رائدة من حيث احتواء لأمور جدا ضرورية إلنا كمسلمين، وضرورية إلنا كمان كدول. يعني الله يبارك فيكم ويجزيكم كل خير، جدا الفكرة رائدة، لعلها تحصل في دول أخرى في دولنا الثانية، حتى يكون عندنا نوع من الإلمام بتاريخنا وطوائفنا وأمورنا كلها. جزاكم الله كل خير أخي. جزاك الله خيرا أستاذة عائشة، الكلمة عندكم شيخنا، فلتتفضل مشكورة. جزاك الله خير، أحسنت. يلا أنا بحاول على السريع حتى لا أثقل من جديد. شكرا دكتور حاشاك. أحمد، شكرا دكتور أحمد القضاة، هذا من تواضعك وجميل إطرائك وحسن ظنك. ولعل يعني جمع الآيات والأصحاب، جمع الآيات الواردة في الأصحاب، أنا لا أقول يعني موجودة، لكن أعدك بأني أتقصى إن كانت بعض إصدارات المبرة وارد فيها هذا. بعد إذنك لو يعني بعد اللقاء يرسل لي تلفونك الدكتور، حتى أني أكلف أحد الباحثين عندي باستقصاء بعض الكتب، فما كان منها نرسل لك في البي دي اف على شكل ملف البي دي اف،
باعتبار يعني بخلي إجابتي إجرائية دون تزكية للنفس، أنا طبيعتي إجرائي ونخلي الإجابة إجرائية، وممكن حتى بدل ما أرسلها لك لوحدكم أرسلها لأبو عامر ويعممها على المهتمين في هذه الندوة، وإن وجدت يعني وإن لم أجدها فهذا أعتبره مقترح وجيه. وشهادتك صراحة نعتز فيها أن هذه الرسالة لا تقدمها الجامعات ولا كثير من الأجهزة الرسمية في العالم الإسلامي، نعتز فيه، واليوم أصحاب الرسالة يشيلون هم أكثر من الموظفين المكلفين. دائما كنت أقول لإخواني في الأمانة العامة الأوقاف، كونوا أصحاب رسالة ولا تكونوا موظفين عاديين، فإخوانكم في الجمعيات الأخيرية والمبرات الخيرية يحفرون الصخر ويعملون الليل والنهار لتحقيق ذلك. بالنسبة للنسخ الورقية يا إخوان، دعوة للجميع، اللي عنده من مواطنيه، أقصد سواء من بلده أو من البلد اللي عايش فيها، يأتون الكويت، خلي يمرون عليها في المبر، علينا في المبر، ونعطيهم إن كانوا جايين برا نعطيهم الكراتين، وإن كانوا جايين جوا نعطيهم ما يستطيعون حمله حسب وزنهم المتاح. فلو تكرر هذا ما أسميه البريد البشري، لو تكرر البريد البشري ممكن تتراكم وتصير مكتبة كاملة. بالنسبة لي دكتور رأفت محمد رشيد ميقاتي، أنا أشكرك 7 مرات لأنني أحصيت 7 مقترحات وسجلت عندي 7 مقترحات، والدل صراحة كلها على يعني تنظيم الفكر وشعورك بالانتماء للموضوع وللمبرة، وبإذن الله نهتم فيهم. فيما يتعلق برسائل الماجستير والدكتوراه، أيضا أنا إن شاء الله في صباح الغد لعل الوقت متأخر، لو ذكرتني أخ أبو عامر أو الأخ حمزة أو كذا ممكن نرسل لكم قائمة من سيدي، عندك في الكويت الآن أخونا محمد عطايا أبو معاذ سيأتي بعد 4 أيام، وأبو زين عمار بربخاني أيضا بعد 4 أيام، جيد فأرسلت رقمك إليهم يزوروك ممتاز، وتحملهم ما شئت، واحنا أعملهم أيضا نتعمد مباشرة. سأتعمد اني بقول للاخوان في الاداره عندي انهم ينتبهون لعدم التكرار، فكل كتاب ياخذه كل واحد منهم، أو ما بقول منهم، لن اقول منهما، لا نتامل غيرهم حتى تكتمل المنظومه. فهذا جانب اجرائي طلعنا فيه. الجانب الاجرائي الثالث، يا ليتك يا ابو عامر بدون تكليف، ولا الاخ حمزه ولا احد من الشباب عندكم، لو يذكرني صباح الغد حتى ارسل لكم قائمة من عناوين مقترحة لرسائل الماجستير والدكتوراه، نقدمها مجانا لهم، ونعدهم بإذن الله إذا اختاروا هذه المواضيع وأقنعوا الهيئات الأكاديمية اللي يدرسون فيها باختيار المواضيع، سنكون بإذن الله ظهيرا علميا لهم، نزودهم بالمراجع، بالأفكار، بالمناقشات، وياما لله الحمد تخرج في الدكتوراه والماجستير أخوة وأخوات وكانوا يستعينون بالمبرة، وأثبتت لهم المبرة أنها ظهير علمي. يعني لو اختاروا أي موضوع قد لا يضمن في مؤسسة كاملة مختصة تساعدهم، لكن نحن بإذن الله سنتميز بذلك. أختم بالحديث عن السيدة عائشة. عائشة جميعا أمنا أم المؤمنين، ما نقدر نقول لها لا، بس نرجو أن يتسع صدرها ونقول صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس مطلوب طرح خصوصية الآل والأصحاب في المجتمع السوري داخل سوريا، ما شاء الله ما شاء الله، الآن عدد السوريين في اسطنبول أو في كثير من البلاد ما شاء الله فيه من العلماء والمختصين ما يمكن أن يوفر هذه المادة، ومن يا قال سيدي، رب نحن اختصرنا هذا الموضوع واستضفنا مبرة الآل والأصحاب هنا في بيت الحمصي لننشر هذا الخير الكبير الواسع. بالضبط. لا لا، أنا أقصد مثلا نصيب آل البيت والصحابة في شوارع سوريا، في مدارس سوريا، في مساجد سوريا، أسماء آل البيت والصحابة في بين الأفراد السوريين، وهكذا. يعني ممكن واحد يسوي ملامح عامة ويكتب شيء ما تيسر، أسماء المساجد اللي باسم الصحابة وهكذا. فأقول يعني حتى الإخوة اللي خارج سوريا ممكن يقدمون شيء، ألا يكتب الإخوة خارج سوريا كثير من الأمور الشائكة التي لا يستطيعون كتابتها من كتب وإصدارات أو مجلات أو قنوات داخل سوريا، فبالتالي كل اللي يقومون فيه خارج
سوريا من ضمن هذه الجزئية. فإن شاء الله يعني لا بأس أن يتخصص في بلاد المهجر من يتصدى لهذا الموضوع. ما ودنا نعاصرك، فأنت أمنا أم المؤمنين، ما نقدر نقول أكثر من هالشكل. كثر خيرك. الله يبارك فيكم أخي، الله يجزيكم كل خير. آمين آمين آمين. الله يجزيكم الله خير. وهي يخليكم يا رب. الأستاذة عائشة يعني من محبين البيت الحمصي، وهي يعني ترصد المحاضرات القيمة والعناوين المتميزة وتحضرها، ونسعد بوجودها نحن. والنعم والنعم. الله يبارك فيكم. أنا قبل أن آخذ الدعاء من الشيخ محمد الزعبي أبي خالد، وهو خريج المعهد العلمي الشرعي في جامع سيدنا خالد جمعية العلماء حمص، آخذ كلمة من دكتور سعيد صباغ، ثم أعود محمد الزعبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم عليكم. السلام. أود فقط على السريع أن أقترح جعل جميع الكتب التي ترونها مناسبة سحبها على شكل PDF ووضعها على موقع، وعندها يمكن نشرها، وهكذا تنتشر لدى الآلاف أو عشرات الآلاف. أنا أعمل بالتعليم الإلكتروني، لذلك أعرف مدى جودة هذه الطريقة. يعني تستطيعون نشر كل هذه الكتب، تصل إلى كل دول العالم وبدون كلفة وبدون شيء، مجرد شخص يدخل إلى موقعكم أو أي موقع دار مساند مثل البيت الحمصي أو غيره مثلا، ويساوي داونلود أو تنزيل لهذه الكتب. هذا ممكن نشره في 70 مركز الذي قال عليهم أبو عامر مثلا وغيره، فيكون النشر بالآلاف وليس النشر لأفراد أو يشيلوا حمولة بالطائرات. أيضا يعني يجب أن تعرف أن كثير من الطائرات في الدول العربية تصادر الكتب الدينية من المسافرين، لذلك يعني حتى لو إذا رأوا هذه الكتب معهم يصادرونها، لكن عندما تكون جزاك الله PDF خيرا. فبإمكانهم ذكر تنزيلها. بعضا من هذا الدكتور عبد المحسن في معرض حديثه، والكتاب الذي قال يهديه أنت بدل أن تحمل معك 3 كراتين كبيرة تأخذ هذا الكتيب الصغير ويكفيك هذا. وهذه الكتب من الكتيبات التي سيرسلها مع أبي معاذ عندما يزوره إن شاء الله في اليومين القادمين. جزاكم الله خيرا. وأستمع اسمح لي إليك. بس هالجزئية، تفضل أنا سيدي. بإذن الله لو أضفت، بارك الله فيك، لمتابعتنا الإجرائية صباح الغد، نحن عندنا رسالة واتساب فيها روابط كل كتبنا، وأنا والرابط وإلى 1000 رجل بكبسة واحدة. بارك الله فيك. قبل العام. فبالتالي أيضا هذا ممكن لو صار تذكير بيننا بكرة، أيضا أرسل لك رسالة وترسل للجميع، وفيها هي اللي ممكن يضعها. أنا أشكر دكتور سعيد على هالمقترح. ممكن يعني إما الكتاب اللي تفضلت فيه اللي فيه كيو آر ريدر الكود، أو هذا الرابط، يمكن أكثر عملية وسهل وجاهز إن شاء الله. ختاما لا يسعني الا ان اشكر الدكتور عبد المحسن جار الله الطرافي، واشكر المداخلين جميعا، واشكر الحضور جميعا. والبيت عامر ومعمور بمحاضراتكم وحضوركم. نستمع الدعاء من الشيخ محمد الزعبي ابي خالد، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا دكتور عبد المحسن، جزاكم الله خيرا إخواننا في البيت الحمصي. من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم نسب. ما للسلاطين أحساب بجانبكم، هذا هو الشرف المعروف والحسب. أصل هو الجوهر المكنون، ما لعبت به الأكف ولا حاطت به الرياب. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب، صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وسلم. أصل هو الجوهر المكنون، ما لعبت
به الأكف ولا حاطت به الرياب خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه. يا ربنا لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. يا ربنا لك الحمد دائما وأبدا، لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، حمد فان لدائم. اللهم صل على سيدنا محمد واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حفظه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من المطبقين العالمين العاملين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا. اللهم إنا نسألك أن تلم شمل هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجزي إخواننا خيرا واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن مات من أصولهم وفروعهم، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بسر الفاتح. جزاك الله خير. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وثم مرة أخرى شكر للدكتور عبد المحسن جار الله الخرافي، وأقول أن هذا البيت مركز ثقافي إن شئت، هو بيت اجتماعي إن شئت، هو ديوانية من ديوانيات الكويت إن شئت، وهو إن شئت نغم إن شئت، فلهذا نعطره بالأنفاس جميعا. جزاكم الله خيرا، وهو معطر بداية بأنفاسكم بهذا اليوم الكريم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية، الله أحسنتم يعطيكم ووفقتم. بأنفاسكم يا سيدي الله يبارك فيك، وتوجيهاتكم، بارك الله فيكم وحفظكم. الله يسلمك، الله يحسن إليك. الله يكرمك.